كان عادي المباراة انتهت، ألف مبروك للنادي الأهلي. كان في صعوبة برضو، أنا بتكلم على ما بعد البطولات الكبيرة وفي كمان الضغط العصبي اللي كان على اللعيبة من شهر، احنا بنتكلم من شهر 10، اللعيبة الدولية بتاعت النادي الأهلي في معظمهم يعني كانوا 7-8 لعيبة بيروحوا بطولة كأس العرب، بعد كأس العرب كأس أفريقيا، كأس العالم للأندية بعديها. النادي الأهلي عدى بموقف صعب قوي، موقف فيه خطورة عليه، عشان كده أنا بتكلم على الفترة دي. الفترة دي أنا ما يهمنيش الأداء قد ما يهمني إن أنا أجمع بنات وإن أنا أكسب، دي حاجة. وحتة الماتشات الكبيرة بتاعت أفريقيا ده الهدف بتاعك، أنت داخل على صن داونز هيلعبك وداخل على المريخ وبعدين هترجع. خلي بالك أنا عايز برضه أتكلم في حاجة، يعني النادي الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت الموسم الماضي، طب اسباب بقى، وفي اسباب ما اتكلمنا فيها وفي اسباب ما اتكلمناش فيها، ولكن انت برضو عينك على البطوله المفضله بتاعتك، عينك على بطوله الدوري مش افريقيا بس يا كابتن. انت عمرك ما ضاع منك الدوري مرتين ورا بعض، الا نادرا حصلت نادرا، ولكن اللي انا بتكلم فيه انك انت بتحارب على كام جبهه بقالك بالزبط. لا، وفي جبهات اضافيه اضافت على لعيبه، مجموعه من لعيبه النادي الاهلي، المجموعه الاساسيه، المجموعه اللي انت بتعتمد عليها. مفيش تيم كره في الدنيا، برشلونه، ريال مدريد، مانشستر، كل الانديه دي كلها لازم بيبقى عندها اكتر من 10 15 لعيب سوبر ماشي، والباقي حتى يعني بكلمك على الانديه الكبيره ما بتبقاش بنفس قدر اللعيبه دي. فلما انت بيروحوا المنتخب وبيتعبوا بيروحوا بيشتغلوا، انت لما بتلعب من المجموعه الثانيه دايما انت بتلعب طوارئ، لا بتريح اللعيب الكبير لا بتريح اللعيب الاساسي بتاعك. صح، احسن حاجه ان المدرب يوسع القاعده شويه، بدل ما يبقوا 12 13 يخليهم 16 17 كويس. الماتشات دي اللي تخليك 17 تخليك 18 لاعب، تدخل اثنين، تدخل لعيبه، حد يكون جاله ثقه زي مثلا زياد طارق النهارده، ولد صغير لما يجيب الهدف يديله ثقه، زي النهارده مثلا في البدايه قلنا على اسمه كريم فؤاد لما وحيد. لعب محمود وحيد لعب، بس يعني محمود وحيد مش عنده مشكله شويه، حسيت انه بعيد يعني مظبوط بعيد. لكن كريم فؤاد هو اللي قريب شويه من اللعب، هو لعيب كويس قوي ويقدر يديك. فلما تجيبه ويساعد محمد هاني في فتره اكرم توفيق لما يكون متعور، ما هي دي المكسب، هذه الحاجات الاهداف اللي احنا بنتكلم عليها، لانك بتلعب على جبهات كتير وهتلعب على جبهات كتير، فمحتاج التدوير او محتاج اللعيبه دي، ومحتاج الشهر اللي جاي في خطوره عليك. ده انا هبقول لك المباريات اللي هي بتاعت الشهر الجاي هنشوفها، بس بعد ما نتكلم شويه يعني في المباراة. انا حاسبها كويس. انا هقول لك حاجه، انا عامل جدول حتى عندي، اللعيبه لعبت كام دقيقه الدوليين، وعملوا كم من الجري جبتها من مواقع، كم من الجري، ومحتاجين قد ايه استشفى عشان يرجعوا. ففي حاجات كتير قوي النادي الاهلي داخل في صعوبه، الصعوبه دي اللي انا بقول لك عليها دي صعبه جدا محدش مستوعبها. طب خلينا نكلمكم، خلينا نتكلم.